وللوقوف أكثر على استمرار الأزمة اللبنانية ينضم إلينا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. سيد فرانكو، مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. حالة انسداد سياسية واقتصادية في لبنان ربما لم تمر على البلاد من قبل، وهي تؤثر بشكل واضح على الوضع الاقتصادي وعلى قدرة الناس على التحمل في لبنان. من يتحمل مسؤولية ما يجري في لبنان الآن؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الجمود السياسي الذي يخيم على لبنان، وأيضا الحالة المزرية التي وصل إليها اللبنانيون، وهذه المرة الأولى كما تفضلتم التي يصل بها اللبنانيون إلى هذا المأزق الفظيع. لم يمر على اللبنانيين أي مشهد مثل هذا الذي يعيشونه اليوم، وهذا بفضل تلك النخبة السياسية الحاكمة التي فجرتهم في 4 آب من السنة الماضية. فجرت المرفأ في تفجير هو الرابع تاريخيا في العالم، ولم نرى أي أحد من تلك السلطة قد استقال من منصبه، أو قد أدين أحد بهذا بفعل هذا الإجرام، بفعل هذا العمل المجرم التي السلطة السياسية هي المسؤولة الأولى عنه. وبالتالي السلطة الفاسدة في لبنان، السلطة الحاكمة، لا يعنيها أبدا المشهد المروع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم من فقر وجوع وتردي للحالة الاجتماعية والمعيشية لدى اللبنانيين. كل ما يهم تلك السلطة الفاسدة هي المحافظة، هو المحافظة على مراكزها وعلى سلمتها وعلى المراكز أيضا والوظائف التي يتمتع بها المقربين منها من تلك السلطة الفاسدة. أما باقي الشعب من اللبنانيين الذين لا يملكون شيئا، فهذا لا يعتبر أي بالنسبة للسلطة الفاسدة أي موضوع، لا يعتبر موضوع مهم. ماذا تعني بالسلطة الفاسدة؟ هناك مجموعة من الأحزاب لا تريد أن تتفق، يعني هناك رئيس وزراء مكلف الآن سعد الحريري يتهم الرئيس ميشيل عون بأنه من يعطل تشكيل الحكومة، وهذه الاتهامات المتبادلة، والرئيس ميشيل عون يتهم البنك المركزي باتخاذ إجراءات أيضا تسببت في الأزمة الاقتصادية. هناك حالة الكريم من الفوضى السياسية والمبادرة الفرنسية، فرنسا تضغط. نعم، عفوا سيد الكريم، ليست فوضى سياسية، إنها فوضى منظمة ومتفق عليها بين السلطة الحاكمة. الكل، الشعب اللبناني أجمع على كلمة كل، يعني كل، أي أن كل الطبقة السياسية هي مجتمعة ومنفردة مسؤولة عن هذا الوضع الذي وصلنا إليه. لأن السلطة الفاسدة، السلطة الحاكمة عفوا، نقول كلنا السلطة، نحن اللبنانيون نقول السلطة الفاسدة لأنهم كلهم مجتمعون ومتفقون على الحصص فيما بينهم. لا، ليس هناك من خلاف سياسي بينهم، هناك فقط تراشق بينهم، تراشق مزعوم بالاتهامات والهجومات، ولكن هذا يعد زوبعة في فنجان أو في فنجان أو لذر الرماد في العيون. سيد فرانكو، هل تتوقع أن تنجح باريس في فرض حل للأزمة على جميع الأطراف؟ يعني هي تهدد وتتوعد أنه يجب أن تحل هذه الأزمة، يعني كأن باريس وأوروبا أحرص على لبنان من اللبنانيين. يجب، عفوا، أنا شخصيا أنا لا أفند هذا الكلام لمصلحة اللبنانيين، وأنا أميز بين فرنسا والمجتمع الأوروبي، لأن فرنسا ومن وجهة نظر كثير من اللبنانيين تعمل لمصلحة هذه النخبة السياسية، وقد حافظ ماكرون على تلك النخبة السياسية بعد انفجار المرفأ مباشرة، حيث اتجه إلى لبنان وبحجة أنه يريد أن يقف إلى جانب الشعب اللبناني، ولكن وقدم الوعود للشعب اللبناني، ولكن كل هذا كان فقط لشد عفوا كان هذا زيارة ماكرون إلى لبنان
كانت لتخفيف الغضب الشعبي على تلك السلطة الحاكمة وهي المسؤولة الأولى عن ما جرى في انتشار المرضى. لهذا تدخلت فرنسا، نعم ماكرون تدخل فقط للحفاظ على تلك السلطة السياسية التي تدور في فلك طهران، وماكرون هو أيضا يحاول أن يبقي على شعرة معاوية مع النظام الإيراني، لأن هناك مصالح جبارة اقتصادية بين فرنسا وإيران، وبالتالي المحافظة على السلطة الحاكمة في لبنان هو لمصلحة إيران ولمصلحة فرنسا أيضا. أخيرا اسمح لي سيدي فرانكو، هناك فكرة طرحها نبيه بري، فكرة توسيع التشكيلة الحكومية، هل تتوقع أن يستجاب لها أو أن تكون حلا للأزمة؟ كما ذكرت سابقا أستاذي الكريم، أن كل هذا هو زوبعة في فنجان. الجميع ينتظر، نحن في حالة ترقب لما سيحصل بعد المفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الموضوع النووي، الملف النووي، وبالتالي كل ما يدار في أروقة السياسة في لبنان يعتبر نفخ في الهواء، لأن الأهم هو ما تقوله إيران وما يقول حزبها في لبنان، الكل متعلق بأمر حزب الله في لبنان، هذا هو كل شيء في السياسة اللبنانية. ليس هناك من حل إلا بتغيير كل تلك السلطة الحاكمة، وأولهم نبيه بري عفوا الذي هو شيخ تلك السلطة وهو متربي على كرسي منذ 30 عاما وأكثر. شكرا لك سيد فرانكو عبد القادر مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من زيورخ.